أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، حياكم الله أيها الصائمون، أيها القائمون، أيها الطائعون لله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم طاعتكم جميعا، ونجعل هذا الشهر الكريم شهر مبارك عليكم يا رب العالمين. أحبتي في الله، مع اللقاء المبارك الأسبوعي على هذه القناة، قناتكم قناتي أو قرآني سر حياتي، هذه القناة التي تشرف دائما بالأحباب والمحبين وعلى رأسهم مشايخنا وأساتذتنا الكرام. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ الدكتور كمال درويش، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والإمام والخطيب بوزارة الأوقاف الكويتية سابقا، ومن علماء الأزهر الشريف. ومعنا أيضا وشرفنا فضيلة الدكتور بسام عمر الحنفي من علماء الشام والإمام والخطيب بوزارة الأوقاف الكويتية. أهلا وسهلا بكم، وتقبل الله منكم هذه الأوقات وجعلها في ميزان حسناتكم. مشايخنا الكرام، معذرة، يمكن قطعنا عليكم الاعتكاف أو قطعنا عليكم يعني أشغالكم قليلا، لكن هي حسبة لله سبحانه وتعالى، ربنا يتقبل منكم هذه الأوقات. نبدأ اليوم مع فضيلة الدكتور كمال درويش في هذا اللقاء عن شهر الانتصارات. كنا تكلمنا في اللقاء الماضي عن غزوة من الغزوات، واليوم نعيش مع أيضا غزوة الفرقان، غزوة بدر الكبرى. شيخنا الكريم، الرسول صلى الله عليه وسلم خرج لملاقات القافلة التجارية التي كان يرأسها سفيان بن حرب على القادمة أو اللي هي الراجعة من الشام إلى مكة، وكانت قافلة قد ربحت ربحا كثيرا. الرسول علم بها وأراد أن يأخذها. بعض العلماء يقول أن هذا من باب رد الحقوق لأهلها، يقصد أهلها أي المهاجرين الذين خرجوا من مكة وتركوا أموالهم وديارهم. بهذه الطريقة بعض الناس يقولون كيف يعتدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه القافلة؟ هل هناك مشروعية لذلك؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا، فضيلة الشيخ سيف، فضيلة الشيخ بسام، وأهلا وسهلا ومرحبا بالإخوة الأكارم والأخوات الفضليات. وأسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروم. آمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. الحقيقة إن أهل مكة حينما خرجوا مهاجرين من مكة إلى المدينة تركوا وخلفوا وراءهم ديارهم وأموالهم، ويعني لم يتركوها طواعية، وإنما بعضهم تركها واستطاع أن يهاجر سرا، وبعضهم منعوه وساوموه على ترك أمواله حتى يأذنوا له أو يسمحوا له بالخروج. في الفترة المكية كان المسلمون في حالة استضعاف، والمشركون ساموهم سوء العذاب، ويعني الكتب السيرة مليئة بالأحداث التي تعرض لها المسلمين، لدرجة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان المسلمون في حالة استضعاف، فيعني وجههم إلى الهجرة إلى الحبشة، وكانت رؤيته أن فيها ملك عادل لا يظلم عنده أحد، هو النجاشي. وعلى فكرة النجاشي بعد كده أسلم، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه صلاة الغائب. المهم أنه لما انتقلوا إلى المدينة المنورة
كانوا خالين من أي أموال أو أي أغراض أو عرض الدنيا، والأنصار كانوا في منتهى النبل معهم، وشاركوهم وقاسموهم أموالهم وبيوتهم، وكان المهاجرون أيضا في منتهى المروءة، حيث واحد زي سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه لما عرض عليه المال، وحتى عرض عليه بعضهم إحدى زوجتيه أن يطلقها وبعد انقضاء عدتها يتزوجها، لكن كان يعني مروءته تتساوى مع نبل هؤلاء الأنصار الذين آثروا المهاجرين على أنفسهم. المهم إن هم في المدينة في حاجة إلى يعني إلى أن يستردوا أموالهم، وكان الطبيعي إن بعد أن تكون للمسلمين شوكة في المدينة أن يتوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة وليأخذ المسلمون متاعهم الذي خلفوه هناك، لكن لم تشأ الظروف أو لم تسمح لهم بذلك، وسمعوا بقافلة، والقافلة عليها مواد غذائية لأهل مكة، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستوقف هذه القافلة لتكون عوضا عما تركه المسلمون في المدينة، يعني هو استرداد الحق. وفي حاجة في الفقه، إنه الحق إذا كان مسلوبا واستطعت أن تأخذه بأي وسيلة، المهم تأخذ حقك، فهذا جائز ومشروع، اسمه الظفر بالحق في الفقه، حاجة اسمها الظفر بالحق. لو أن واحد له حق عند إنسان ولم يستطع أخذه يعني طواعية، له أن يأخذ ما وقع تحت يده بما يساوي ما أخذ منه أو ما كان له من حق. الرسول عليه الصلاة والسلام خرج للقاء القافلة، ورب العالمين يقول: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم. لكن المسلمين إحدى الطائفتين إما العير وإما الحرب، المسلمون ما كانوش مستعدين للحرب، ولذلك يقول الله تعالى: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة، اللي هي العير، لأن ذات الشوكة اللي هي الحرب، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. وزي ما حضرتك قلت كده، استطاع أبو سفيان قائد هذه القافلة إنه ينجو بها ويسلك طريقا غير مألوفة، وكان المسألة ستنتهي عند هذا الأمر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان طالع معاه حوالي 300 واحد، وما كانوش يعني مسلحين، كان يمكن في فارسين اتنين، يعني كانت ظروفهم لا تسمح بقتال. لكن المسألة لما وصلت بقى لأهل مكة يعني أخذتهم العزة بالإثم، وخرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس، وقالوا: كيف يعني يتسنى لمحمد أن يعترض القافلة؟ يعني إحنا لازم نأدبه ونعرفه أن نحن الناس، يعني عشان يعمل حسابنا بعد كده. وأقسموا بآلهتهم أن يخرجوا ويشربوا الخمور وينحروا الجذور وتعزف عليهم القيان المعازف، ويعني حكاية كلها منتهى الكبر والغرور. وإرادة الله تعالى النافذة إن يلتقي المعسكر الإسلامي بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمعسكر معسكر الكفر بقيادة أبي جهل وغيره من صناديد الكفر، لدرجة إن ما من أحد في مكة إلا وخرج أو أجر من يخرج مكانه. حتى أبو لهب لما جه يعتذر لكبر سنه وبدانة في جسمه، راحوا له كده وقالوا له، واحد راح له بمكحلة والمرود وياه، وقال له: يعني خد أنت بقى تكحل، فإنما أنت من النساء.
عشان انت قاعد عن الحرب يعني. اذا خروج النبي عليه الصلاه والسلام كان استرداد جزء مما تركه المسلمون في مكه، هذا يعني حق لهم، لكن ربنا سبحانه وتعالى اراد ان ما تبقاش المساله للدنيا، مع ان كان المسلمين في امس الحاجه الى هذه الاشياء اللي الامتعه ديت، لكن اراد الله سبحانه وتعالى شيئا اخر، اراد ان يكون هناك لقاء بين الحق والباطل، وان يكتب الله تعالى النصر للفئه المؤمنه، كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله. وزي ما قلنا ما كانش فيه اصلا اي تناسب بين المسلمين، لانه ما كانوش طالعين كجيش 300 واحد، بينما المشركون كانوا يزيدون عن 1000 ومعهم 70 فارسا، ويعني مستعدين طالعين للقتال. لدرجة ان المسلمين قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام يعني لما هتبدأ المعركة يا ريت نخلي لك انت عريش كده وتبقى فيه، لان احنا تركنا خلفنا ناس في المدينة لسنا بأحب لك منهم، يعني برضه هم بيحبوك زي ما احنا بنحبك، وهم ما يعرفوش ان احنا طالعين للقتال، فعشان لو حصل لنا حاجة تعودوا إليهم ويستطيعوا نصرتك. إذا هذا كان حق مسلوب للمسلمين طيلة 13 سنة في مكة، وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعترض هذه القافلة ليأخذ منها شيئا للمسلمين، لكن كانت إرادة الله غير هذا الأمر، وكان اللقاء اللي هو عرف بعد كده بغزوة بدر الكبرى. نعم. جزاكم الله خير دكتورنا الحبيب. فضيلة الدكتور بسام، من غزوة بدر لما تقرأ فيها بتجد فيها من المعجزات نزول الملائكة ونزول المطر وتثبيت الأقدام وغيره من المعجزات، لكن الشباب دائما هم عصب الأمة وهم الدماء التي تضخ في شريان الأمة، وهي موقف القوة وموقف الثقافة وموقف علو الأمة وانخفاضها مع الشباب. موقف سيدنا معاذ ومعوذ ابني عفراء رضي الله عنهم من انتقامهم من أبي جهل في هذه المعركة، يا ريت تعرجينا عليها مولانا. الله يبارك فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله جميعا، مرحبا شيخنا الفاضل شيخ سيف الإسلام أبا ريحانة، ومرحبا بأخينا الشيخ الدكتور كمال في هذا اللقاء، ومرحبا بالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات في هذه الأيام المباركات جميعا. نسأل الله أن يعطينا خيرها وبركاتها. معركة بدر وغزوة بدر هي فعلا معركة فاصلة مليئة بالأحداث، المليئة أيضا بالدروس والعبر كما تفضلتم، ومن دروسها وعبرها وجود الشباب. الشباب هؤلاء الذين هم عماد الأمة ومستقبلها، وهم دعاة هذه الأمة وحملة الرسالة الإسلام والدعوة الإسلامية. النبي عليه الصلاة والسلام خرج لنا نماذج ليسوا أبطالا فقط، بل هم رب الأبطال. هؤلاء الذين كانوا شبابا في ذلك الزمان هم الذين بعد ذلك حملوا راية الإسلام. تنافس الشباب في ذلك الوقت في غزوة بدر على الذهاب مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل صار بعضهم يختبئ وبعضهم يبكي لأن النبي رده. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ تقريبا في عمر 14 فما فوق، وصار بعضهم يتنافس مع بعض. من هذا فضلتم معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء. بعض الإخوة أو بعض المؤرخين ذكروا معاذ ومعوذ، طبعا ذكروا معاذا ومعوذ ابني عفراء، في الحقيقة كلهم شاركوا صراحة، معاذ ومعوذ شاركوا، ولكن الذين كان لهم دور في قتل فرعون هذه الأمة هما كما ورد في صحيح البخاري معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء. فهذا هو الذي عمل النبي عليه الصلاة والسلام، رب هؤلاء الأجيال. وفعلا أحيانا في الشباب ترى ما لا تراه في الكبار، ونحن اليوم نرى شباب الأقصى، شباب فلسطين، شباب الأمة كيف يدافعون عن الأقصى. ففي قصة معاذين هذين يعني كما ورد في البخاري من الدروس والمحبة للنبي عليه الصلاة والسلام والدفاع عن الإسلام، وهما فتيان حديثا السن يعني في سن المراهقة،
هؤلاء لم يعرفوا مكة ولم يعرفوا أبا جهل، ولكن سمعوا ماذا فعل بالمسلمين وماذا فعل بالنبي عليه الصلاة والسلام. فلما كانت المعركة يروي لنا الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف يقول: لما كنت في الصف يعني في الغزوة، فنظرت عن يميني وشمالي فإذا بفتيان يعني، فقلت يعني أول شيء قلت يعني ما وجدوا غير أنا، لو كان بين الكبار أحسن، يكون جانبي أولاد يعني تصاغر هؤلاء في الأول. ولكن الأول يلتفت فيقول له سرا: يا عم أين أبو جهل؟ قال: وما تصنع به؟ قال: سمعت أنه آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإما أن أقتله وإما أن أموت دونه. باختصار يعني أنا أروي حتى ما أطيل عليكم في القصة. نعم. فالتفت إلى الشمال وإذا بالثاني أيضا يقول نفس الكلام سرا، وانقضى عليه كالصقر، فكان الأسرع والأقوى معاذ بن عمرو بن الجموع، فهو قد ضربه ضربة قوية، وعكرمة أيضا أصاب معاذ بن عمرو بن الجموع فقطع يده وأكمل المعركة. ثم جاء معاذ بن عفراء وأكمل قتل أبي جهل، وبقي به رمق حتى جاء بن مسعود وينظر بين القتلى فوجده وهو يحتضر، والحديث معروف كيف أخذ رأسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه تربية الشباب، هذه تربية المحبة للإسلام، هذه تربية الدفاع عن الإسلام. هؤلاء نماذج الأمة في طبعا المسلمين، هؤلاء الذين لا ينظرون إلى الدنيا شبابنا، إنما هم جد وعمل ونشاط واجتهاد ودعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هكذا شباب الأمة يعيشون هم الإسلام والمسلمين. طبعا لا تسأل عن حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تسأل عن دفاعهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. الله يكرم الأمة بمثل هؤلاء الشباب. دائما موجودين الشباب يا مولانا، يعني الشباب دائما الأقصى موجود، وفي كل من يحمل هم الإسلام وهم الدعوة وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم موجودة بأمر الله، لكن تختلف التضحيات وتختلف الأقلام في الدفاع عن رسول الله وعن أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن شيخنا الحبيب، احنا كان يعني حقيقة غزوة بدر تأخذ منا حلقات وحلقات كثيرة مما فيها من مواقف بطولية لتربية النشء والجيل، لكن احنا مش عايزين نضيع الوقت على الحدث اللي احنا عايشينه دلوقتي، وهو الهمة وشد المئزر. الرسول صلى الله عليه وسلم كان دائما في العشر الأواخر بيعلن حالة الطوارئ، شد المئزر وإيقاظ الأهل وإحياء الليل، دول كلها حالة طوارئ، مع أنها كانت مفروض هي موجودة مع الرسول صلى الله عليه وسلم طوال الوقت، لكن كان يركز أكثر أو كان يزيد أكثر. والدكتور كمال، العشر الأواخر من رمضان وفضلها، حدثنا عنها مولانا. أول ما يعني نلقى من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في جهاده واجتهاده صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي ترويه السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين، والتي تقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان إذا دخل العشر الأواخر شد المئزر وأحيا أهله وأيقظ أهله وأحيا ليله، أو أحيا ليله وأيقظ أهله. شد المئزر كناية عن يعني البعد عن النساء، ورسول الله هو الأسوة وهو القدوة، فكان لازم يعطي المثال من نفسه، مع أنه صلى الله عليه وسلم يعني في غير رمضان كان معروف عنه العبادة، لدرجة أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الحديث الذي ذهب ثلاثة وقت إلى بيوت النبي عليه الصلاة والسلام يسألون عن عبادته، وكأنهم تقالوها لما سمعوا يعني من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، ومع أنه صلى الله عليه وسلم كان قيام الليل بالنسبة له كان في حكم الفريضة، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه إلى آخر الآية في سورة المزمل، وكان يقوم من الليل حتى تورمت أقدامه. يعني أنا ما شفتش حد ممن عرفت من كثير القيام إن حد قام من الليل حتى تورمت أقدامه. الرسول صلى الله عليه وسلم قام حتى تورمت أقدامه، لكن كان في رمضان بيستعد أو بيكثر من الطاعة من باب التأسي به صلى الله عليه وسلم.
كان يقوم الليل. احنا دلوقتي بنعمل معركه حيث لا معركه، يعني يقول لك النبي كان بيصلي 11 ركعه ويقولوا في خلاف بينهم وبين اللي بيصلوا 20، ما تصلش 20 في حديث سيدنا عمر، وصلى 36 وقيام الليل لا حد لاكثره. وبعدين اللي بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد عن 11 ركعه، طب ما تشوف ال 11 ركعه كيف كان يصليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابه يقولوا كنا نستعجل السحور، يعني يا دوب يخلصوا ويا دوب يلحقوا يتسحرهم. وسئل بعضهم كم كان بين انتهاء القيام وبين السحور، قال قدر 50 ايه، يعني الواحد ما يلحقش يشرب فيهم كوبايه شاي يعني. فكان ده قيام الليل بالنسبه للنبي عليه الصلاه والسلام، فكان يطيل القراءه، ولان القيام اطاله فيها مطلوبه، وكان يطيل السجود ليكثر من الدعاء، وبخاصه الدعاء الذي نقلته لنا السيده عائشه رضي الله تعالى عنها حينما سالته صلى الله عليه وسلم: اذا علمت اي ليله هي ليلة القدر يعني ماذا أقول؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب فاعف عنا. ودي طبعا دعاء جامع، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أسبل علينا عفوه فقد فزنا في الدنيا والآخرة، ربحنا الدنيا والآخرة. ولذلك نسأل الله دائما العفو والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. أمين يا رب العالمين. إذن يا مولانا، الموضوع يا مولانا بيتركز إن الإنسان بياخد الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة في هذه الهمة. طيب إذا كانت الهمة، هل ممكن دكتور بسام يوضح لنا في جدول أو خطوات مثلا معينة نغتنم بها، إزاي نعرف ندير هذه الأوقات، إرشادات للإخوة اللي بيحتاجوا، اللي في العمل، اللي في البيت، اللي في المطبخ، اللي في الشارع، يعمل إيه؟ هل في اعتكاف، مش في اعتكاف؟ تفضل يا مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم. كما تفضلتم أولا، في العشر الأواخر المباركات يضيق الوقت عن الحديث في موضوعات متعددة بين الغزوات والانتصارات وبين الأيام المباركات وما فيها من خيرات، وإن شاء الله نأخذ من كل يعني طرف منه زهرة بإذن الله عز وجل. كما تفضلتم، في هذه الأيام هي فعلا هذه الأيام المباركات هي أفضل الأيام وأفضل الليالي، وفيها ليلة القدر، والنبي عليه الصلاة والسلام هو خير من بيّن لنا فضائل هذه الأيام المباركات وكيف نغتنمها. بحسب كل إنسان، من استطاع أن يتفرغ، النبي عليه الصلاة والسلام كان يتفرغ وكان يعتكف، هذا التفرغ يعكسه على الاعتكاف، فكان يعتكف، بل إنه في بداية السنوات في الصيام كان يعتكف رمضان كاملا، يعني اعتكف في العشر الأول كلها من أجل التماس ليلة القدر. يعني رمضان كله مليء يعني الفضل، ومليء بالحسنات، ومليء بالخيرات، ومليء يعني ما يرضي الله عز وجل، ولكن النبي من عليه الصلاة والسلام من أول ليلة قبل أن يدخل كان يحفزنا على اغتنام ليلة القدر. هذه أول نقطة، المسلم عليه أن يحاول. النبي قال التمسوها وقال تحروها، هاتان الكلمتان مهمة. كل واحد قال التمس يعني ابحث واعمل واجتهد وجد. ماذا أفعل؟ قال أول شيء التمس ليلة القدر. متى؟ من أول العشر. ثم جاءه جبريل قال إنما تطلب أمامك، فاعتكف العشر الأوسط. ثم أري النبي عليه الصلاة والسلام ليلة القدر في العشر الأواخر فقال التمسوها في العشر الأواخر. خفف علينا قليلاً أنه اعمل كل رمضان ولكن اجتهد أكثر في العشر الأواخر. ومن أهم الأعمال التماس ليلة القدر. التماس ليلة القدر ليس الشرط أن يشاهدها أو أن يعلمها، بل أن يعمل فيها. النبي عليه الصلاة والسلام قال من قام ليلة القدر، ما قال من رآها، ما قال من عرفها، قال من قام. معناها العمل الأول أن نقوم في هذه الليالي المباركات، كل الليالي ما نترك فيها العمل، سواء كنت في البيت، في المسجد، في أي مكان يمكن أن تصلي ركعات. حافظ على صلاة الجماعة، صلاة العشاء، صلاة الفجر. من صلى العشاء في جماعة والفجر في جماعة كأنما قام الليل كله. من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، هذا كله حديث النبي صلى الله عليه وسلم. من أعمال هذه الأيام المباركات كثرة الأعمال الصالحة في النهار، من الصدقات، من صلة الأرحام، من محبة الناس، من معاونة الناس. من الأشياء أيضا في خلال الليل عندنا الدعاء،
الدعاء مهم جدا مع الصلوات، لأن النبي علم السيدة عائشة ماذا تقول، علمها دعاء. فلذلك كثير من العلماء يقول الدعاء في الليلة أحب إلي من الصلاة، يعني من كثرة الصلاة. فصلي واقرأ القرآن وأكثر من الأذكار وأكثر من الاستغفار وأكثر من الدعاء، فاغتنم بركة هذه الأيام كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام، وتقرب إلى الله جل وعلا بما تستطيع. فهي أيام مباركات وليالي وترية هذه، يعمل المسلم إلى آخر لحظة. فنسأل الله أن يتقبل منا ومن المسلمين أجمعين، وأن يعفو عنا، وأن يجعلنا من عتقائه من النار، وأن يرزقنا خير هذه الأيام والليالي المباركات. آمين. تقبل الله منكم مشايخنا الكرام. دكتور كمال، بما أن حضرتك عضو في لجنة الإفتاء سلوخ بدولة الكويت، إيه وضع الزكاة الفطر؟ نعم، أيضا هذه من ضمن الأمور اللي بتكثر فيها المعارك كل عام. يا ترى نطلعها؟ احنا بدون معارك، احنا قدامنا تقريبا دقيقتين بدون معارك. هاتنا الخلاصة يا مولانا. شوف يا سيدي، الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بأن تخرج عن كل مسلم، يعني ما فيهاش نصاب، كل مسلم بيخرج عنه صاع من شعير، من تمر، من زبيب. طبعا الناس بتستسهل وبتطلع رز، ماشي، ولو ان الحديث ما فيهوش الرز اصلا، يعني فيه التمر وفيه الزبيب وفيه البر الى اخره. وطبعا كان معروف ان ايام النبي صلى الله عليه وسلم كانت العمله النقديه فيها شح، لدرجه ان هو كان حتى البيع والشراء بالتبادل، تبادل حاجه بحاجه، سلعه مقابل سلعه وكده يعني. فكان الطبيعي ان تخرج الزكاه، تخرج طعاما. إذا استطاع الإنسان أن يخرجها طعاما فليخرجها، أصاب السنة. طب والتانيين؟ والتانيين أيضا أصاب السنة اللي بيخرجوها نقدا. ليه؟ لأن الدين بتاعنا قائم على رعاية المصالح والمقاصد، والمسلم شايف أن أخوه المسلم الفقير ده هو محتاج فلوس يجيب لابنه جلابية، ولا يجيب لبنته فستان، ولا مش عارف ايه، فبيدوا له الرز ويرجع تاني صاحبنا ياخد الرز يبيعه. وانا شفت بأم عيني هذه، ان الناس بتبيع الرز وبتبيعه بثمن بخس وبيخسروا فيه. طب ما تختصر عليهم الطريق وتعطيهم مال. اللي بيخرجها طعام، نعم ماشي، اللي بيخرجها نقدا ما نلومش عليه وابدا، ده جهابذة من الفقهاء. طبعا ليس المحل محل ان احنا نذكر الآراء ونذكر كلامهم، لكن فقهاء كثر أجازوا ذلك بلا غضاضة ويبقوا أصحاب السنة. عن الواحد مثلا إن كان في، بالنسبة لنا هنا في الكويت، دينار ونص عن الفرد، عني وعمن أعول، عمن تلزمني نفقتهم. إن كان في مصر في حدود 30 جنيه ولا حاجة، إن كان لا يستطيع إلا 20 جنيه ماشي. ده عند الشافعية لو قدر يطلع عامل شوية كحك ولا شوية ترمس ولا شوية، يطلع منهم، المهم يطلع في بيجوز من أول رمضان، وهي آكد في الأيام الأخيرة التي تسبق العيد، وآخر وقت لإخراجها قبل صلاة العيد. من أخرجها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، واللي بعد الصلاة هي تبقى صدقة من الصدقات، يعني يبقى ما طلعش زكاة الفطر. في هنا مسألة بالنسبة للجنين وبالنسبة للمتوفى. الجنين اللي في بطن أمه إذا ولد قبل غروب الشمس من آخر يوم من رمضان يطلع عنه الزكاة قبل غروب الشمس، لأنه هيبقى أدرك جزء من رمضان ودخل عليه شوال. لكن اللي ولد بعد الغروب لا زكاة عليه، لأنه ما أدركش شيء من رمضان، لأن بعد الغروب دخلنا في شوال. وبالنسبة للي مات، اللي مات قبل الغروب لا زكاة عليه لأنه لم يدرك شوال، لكن اللي يموت بعد غروب الشمس يبقى أدرك رمضان وأدرك شوال، يبقى ده يخرج عنه الزكاة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع يعني. صلى الله عليه وسلم. نعم. دكتور بسام، في نصف دقيقة، زكاة الفطر لمن تخرج؟ زكاة الفطر تخرج للفقراء والمحتاجين، وهي مصارف الزكاة أيضا يمكن أن توزع لكل من هم في مصارف الزكاة، وهذه طهرة للصائم وطعمة للمساكين، فرحوهم يوم العيد، فهي تكافل وتعاون. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم أجمعين.
آمين يا رب العالمين. جزاكم الله خير دكتور الشيخ كمال درويش عضو الاتحاد الإعلامي لعلماء المسلمين، وجزاكم الله خير دكتور بسام الحنفي من علماء الشام الكرام، ربنا يفرج عنهم جميعا وعلى علمائنا في مستوى العالم، ربنا يفرج عن كل العلماء على مستوى العالم يا رب العالمين. جزاكم الله على هذه الحلقة المباركة، ونسأل الله أن يتقبل منكم جهدكم وأوقاتكم ونجعلها في ميزان حسناتكم، وأن يتقبل من جميع إخواني الذين جلسوا معنا في هذه الجلسة أن تكون رفعة لهم يا ربي في الدنيا والآخرة، ونجعل من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. جزاكم الله خيرا، وإن شاء الله تعالى نوجه الأنظار إلى أن القناة قناتكم، عايزين نفعلها وعايزين نشغلها حتى نكون في تواصل إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ولا تنسونا ندعو لبعضنا البعض بظهر الغيب، ربنا يفرج عن كل واحد منا يا رب العالمين، وأن يؤتي كل واحد سؤله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.